أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتحدث عن ملف العشوائيات من محافظة دمياط. إن هذا المكان الذي نتحدث فيه كان يروي قصصا من المآسي والمتاعب لأهالي هذه المنطقة، ولكن أصبحت قصصا من الماضي. يعني قرية الصيادين التي نتواجد بها الآن أصبحت يعني منطقة تضيء حضاريا وإنسانيا في مدينة رأس البر. مزيد من التفاصيل مع دكتور منال عوض محافظ دمياط. برحب بك يا فندم. أهلا بك. يمكن يا فندم بنتكلم عن حكايات كثيرة كانت مأساوية قبل أن تشع هذه المنطقة بهذا يعني الشكل الحضاري والإنساني. عايز أعرف الحكاية من حضرتك بدأت إزاي ووصلنا كده إزاي؟ منطقة قرية الصيادين دي كانت آخر منطقة غير آمنة، عشوائية غير آمنة في محافظة دمياط. إحنا النهاردة كده دمياط خالية من العشوائيات. دي كانت عبارة عن عشش من الخشب من الصفيح وبعضها من الطوب برضو، ودي كانت منطقة غير آمنة وكانت غير آدمية بالمرة. فطبعا احنا مع صندوق تطوير العشوائيات بدعم منه بالتكليف من صندوق تطوير العشوائيات قمنا ببناء الاثنين 220 وحدة سكنية، اللي هم ال 12 عمارة اللي حضرتك شايفهم. في هنا 11 عمارة، في عمارة تانية عند المحكمة. المكان ده المفروض ان ده هنبدأ التسكين فيه خلاص. وطبعا زي ما حضرتك شايف المكان قد ايه جميل. هو طبعا كان الناس اللي موجوده هنا اختارت انها تقعد في نفس المكان اللي كانت موجوده فيه، وطبعا بموافقه مجلس الوزراء احنا وافقنا ان احنا نعمل البيوت دي في المنطقه دي. يعني كده احنا طبعا عملنا كمان تنسيق حضاري حوالين العمارات، وقعدنا عملنا لهم قعدات وبرجولات ولاندسكيب زي ما حضرتك شايف. وطبعا هي بقت وممشى على النيل، وهي بقت مكان جميل جدا. احنا عندنا كمان بخصوص العشوائيات اللي هي الاسواق، كان عندنا باع جائلين كتير في راس البر. طبعا كانوا بيبقوا منظر غير حضاري للمصطفين اللي بيجوا في الصيف. شارع النيل كان كله باع جائلين. احنا النهارده عملنا سوق حضاري كبير جدا بيستوعب 194 باكيه، علشان الباع الجائلين اللي موجودين في شارع النيل دول كلهم يكونوا موجودين في السوق. كمان كان في مكان غير حضاري خالص عباره عن اكشاك خشبيه ولكن بمظهر غير لائق، يعني موجودين امام البحر في شارع 51، وبرضه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات احنا بنعمل سوق 51. ده احنا شلنا كل الاكشاك اللي كانت موجوده وهنعمل لهم زي باكيات وقعده ولاند سكيب برضه في وسط بشكل حضاري جميل جدا. سؤال يا دكتور منال، لو اتكلمنا عن يمكن هذا المكان بشكل حضاري او تطوير في مدينه راس البر بشكل عام، غيرنا الحجر، كيف المجهودات التي يتم العمل عليها لتغيير هذا الفكر للمحافظة على هذا المكان؟ هو طبعا هو احنا مش الشغل كان بس زي ما حضرتك بتقول كده في العمارات، ولكن بعد ما بيجوا اللي كانوا موجودين هنا دلوقتي احنا مأجرين لهم في اماكن متفرقه يعني الفتره دي كلها. فطبعا احنا مش هنقدر نجمعهم في مكان واحد غير لما يجوا ان شاء الله. احنا بنشتغل عليهم عن طريق مديريه التضامن الاجتماعي وبعض الجمعيات الاهليه، بنشتغل عليهم محو اميه، بنشتغل عليهم تثقيف، بنعمل في هنا طبعا حاجه جميله جدا في مكتبه مصر العامه، فرع بيتعمل هنا في عزبة البرج على الجهة المقابلة، يعني بالمعدية يقدروا يوصلوا له. مكتبة مصر العامة دي بيبقى فيها تعليم للأطفال، وفيها كمان عاملين احنا فيها حاجة كويسة قوي، جايبين منحة من اليو ان ويمن الأم المتحدة للمرأة، بنعمل مكان قدام المكتبة منطقة اسمها سيف سيتي. دي بتعمل زي تمكين للمرأة اقتصادي وتمكين ثقافي وكله، بنعلم المرأة حاجات اللي هم الستات المسؤولة عن بيوت، يعني بنعلمهم ازاي يشتغلوا يكون عندهم مشروع صغير، بنعمل عرض معرض للمنتجات بتاعتهم، بنثقفهم، بنبقى فيه مالتي ميديا، بنعلمهم قيمة المنطقة الحضرية اللي هم قاعدين فيها، بنعلمهم ازاي يربوا اولادهم في مجالات مختلفة يعني. فطبعا هي دي اقرب مكان ليهم اللي هي مكتبه مصر العامه، ودي على الجهه المقابله لراس البر. فده بنشتغل عليه بعد ما هما بيجوا هنا في الاماكن، لانها بيبقوا مجمعين في مكان واحد، غير دلوقتي احنا مش هنقدر نجمعهم في مكان. يعني إن اصبحت يا فندم ما فيش عشوائيات بنتكلم في المحافظه، الخطوه القادمه ايه ان شاء الله لتنسيق الحضاري لبقيه مثلا الشوارع الميادين، التطورات اللي شفناها في الفتره الاخيره في شارع النيل والكورنيش؟
احنا طبعا بدأنا برضو في الموضوع ده من فترة، ان احنا بدأنا زي ما حضرتك شايف ان منطقة عزبة البرج دي كانت مناطق غير حضرية، والبيوت كلها كانت تعتبر على الطوب. احنا حبينا نعمل فيها منظر جمالي، قررنا ان احنا نسميها المدينة الملونة، ولونها بالالوان اللي حضرتك شايفها دي. وده طبعا لان احنا بدأ يبقى فيه تغيير كبير في راس البر بعد افتتاح فندق 5 نجوم، الوحيد 5 نجوم على مستوى الدلتا كلها. فطبعا احنا كان الجهه المقابله للسان او للممشى بتاع شارع النيل مع الاوتيل كان الجهه المقابله للعمارات العشوائيه، فقررنا احنا نعمل منظر جمالي زي ما حضرتك شايف. وده طبعا خد مننا مجهود كبير جدا عشان نوصل للي احنا فيه ده دلوقتي. كمان عملنا تنسيق لكل الكافيتريات والمطاعم الموجوده في راس البر بشكل موحد، عملناه كله بواجهة خشبية بشكل موحد، وزعناه عليهم كلهم عشان كلهم يبقوا شكل واحد. وده كله برضو خلص من فترة يعني. عملنا تطوير لشارع 77، وبقينا نعمل زي مكان قدام كل نهاية شارع قدام البحر، بيبقى ليه مكان مماثل في كل الشوارع. احنا الشوارع كلها متوازية لبعضيها على البحر، بنعمل بارك للعربيات اللي بتكون موجودة والرحلات اليومية اللي بتيجي، وبنطور الشارع كله. احنا خلصنا شارع 77 ودلوقتي بنعمل شارع 51، وبناخد الشوارع دي وخلصنا شارع 101. كمان ان احنا في مدخل لراس البر اسمه الشيخ درغام، كان عبارة عن برضو مراكب مكسرة وشكل غير حضاري وكمامة وكده، طورناه بشكل جميل جدا. واحنا ماشيين لسه في التطوير ده. وبرضو حتى الباكيات اللي موجودة في شارع النيل اللي كانت بقالها فترة كلها عملنا لها برضو كلها شكل جمالي موحد وطورناها كلها برضو. فيعني احنا ماشيين في راس البر كلها. راس البر من المدن الجميلة جدا، وهي على فكرة خدت جائزة التميز الحكومي السنة اللي فاتت من أجمل 3 مدن على مستوى الجمهورية. واحنا يعني هي محتاجة بعض الحاجات البسيطة جدا علشان تظهر الجمال اللي فيها، لمسات البسيطة وتنسيق حضاري فيها بحاجات يعني في بعض الأماكن اللي هي تعتبر النادرة في راس البر تعتبر عشوائية، احنا ان شاء الله بنطور فيها يعني.